طيب، من أهم الأدوية المعروفة لعلاج الـ ADHD الميثلفينيديت. ميثلفينيديت، في عنا الرسمي فورم اوف ميثلفينيديت، احنا عنا دي ميثلفينيديت وفي عنا الميثلفينيديت، والاثنين بيشتغلوا على النت والدات، النوربينفرين ترانسبورتر والدوبامين ترانسبورتر. وهذا بينتج عنه بطبيعة الحال انه يزيد الدوبامين بالنيوكليس اكمبنس، خاصة الشغل على الدات، تمام؟ الدوبامين ترانسبورتر لما نعمل بلوكج للدوبامين ترانسبورتر، يعني بيعمل دوبامين ري ابتيك انهيبيشن، بيزيد دوبامين بالنيوكليس اكمبنس. وبالبريفرونتال كورتكس الري ابتيك انهيبيشن للدات والنت، هو خاصة انه فعليا النت هو اللي بيعمل ري ابتيك انهيبيشن بالبريفرونتال كورتكس، فهو لما نعمل نوقف النورابينفرين ترانسبورتر وفعليا منزيد الدوبامين والنورابينفرين بالبريفرونتال كورتكس، تمام؟ هذا هو. طبعا في عنا عدة فورمز، خلينا نسميها فورميوليشن للميثلفينيديت، في منهم الاميديت ريليز، في عنا السستيند ريليز، في القديم والجديد السستيند ريليز، في اورال سوليوشنز، في ترانس ديرمال باتش، في اشكال مختلفة للميثلفينيديت. طيب، كيف بيشتغل الميثلفينيديت؟ لعله بنحتاج بس مجرد نظرة سريعة لما تكلمنا عنه سابقا عن موضوع الدوبامين. هو الدوبامين حكينا بيصير له ريليس، الدوبامين بعد ما يشتغل شغله عن طريق الدوبامين ترانسبورتر بيرجع، عن طريق الدوبامين ترانسبورتر بينعمل له ري ابتيك للتيرمينالز تبعت الدوبامينرجيك نيورون، تمام؟ بالمناسبة هذا عادة بالبريفرونتال كورتكس في إشي مختلف، إنه النورابينفرين ترانسبورتر هو اللي بيعمل ريابتيك للدوبامين، على كل حال زائد اللي بيعمله على النورابينفرين. بس الفكرة الدوبامين ترانسبورتر بيرجع الدوبامين، الدوبامين عن طريق برضو الفيمات اللي عادة كنا نأشرها إشارة عن عبارة عن خط أحمر، بس هي عبارة عن ترانسبورتر، بس ترانسبورتر صغير شوي. على كل حال بيعمل ترانسبورتيشن للدوبامين، يدخله وين؟ داخل الفيسيكلز، داخل الفيسيكلز فيمات اللي هم الـ vesicular monoamine transporter، vesicular monoamine transporter، وهكذا. وهذا مهم جدا نفهم انه هو فعليا ايش بيعمل الترانسبورتر، بيخلي الدوبامين ما يضل بالكليفت، خلص شغل الدوبامين بيرجع وبيتخزن على بما نستخدمه مرة ثانية. فاللي بيعمله الميثلفينيديت عن طريق الدوبامين ترانسبورتر بايندينج سايت تبعه بيعمل انهيبيشن للترانسبورتر، فبيوقف الدوبامين ترانسبورتر. فلما يوقف الدوبامين ترانسبورتر الدوبامين بيتكاثر بيتجمع بالكليفت، فبيصير يشتغل بشكل اكبر، زي كيف شغل الاس اس ار اي بالنسبه للسيروتونين، نفس الشيء هذا بالنسبه للدوبامين، تمام؟ بيصير في ريليز للدوبامين بس ما في ترانسبورتر يرجعه، او الترانسبورتر واقف فبيكثر الدوبامين فبيشتغل اكثر، بيشتغل على الريسبتورز اللاحقات اكثر. هذا بالنسبه للدوبامين. بالنسبه للنور ابينفرين نفس الشيء، هو له برضه نور ابينفرين ترانسبورتر سايت، بيعمل انهيبيشن للنور ابينفرين ترانسبورتر، فالنور ابينفرين بيصير له ريليز، ما بيصير له ري ابتيك فبيكثر، وهكذا. وهيك بيكثر شغل النور ابينفرين والدوبامين بالبريفرونتال كورتكس، تمام؟ لحد هون ممتاز. لكن ملاحظه خلينا نلاحظها، انه نفس الميديكيشن ما بيفوت جوا التيرمينال، هو خلص بيوقف الترانسبورتر وهذا شغله، يعني ما بيركب على بين قوسين، خلينا نحكي بشكل عام انه ما بيركب زي الدوبامين، يعني بيشتغل زي الدوبامين، بيركب على السايت مكان الدوبامين وبيفوت جوا، لا لا لا، هو بس هيك، تمام؟ بس مهم جدا نفهم هذا ليش، هسه رح نحكي.